بكم مشاهدينا من جديد. أحب اللغة واحترمها فبادلته المشاعر نفسها ليجد نفسه متعمقا في مصطلحاتها وليبدع في تأليف وكتابة معجم ألفاظ الجغرافيا الطبيعية عام 87، واستمر إبداع فكره الذي ترجمه قلمه بتأليف كتاب نحو دراسات وأبعاد لغوية جديدة بعد عام واحد فقط، وهي بالطبع السلسلة يطول تعدادها في اللغة والحواس عام 2000، الواضح في علم الصرف للدكتور يحيى جبر وأحمد حامد عام 95، إضافة إلى العديد من الكتب المحققة وعشرات البحوث والمقالات المنشورة في المجالات العلمية والصحف المحلية. نرحب بضيفنا الدكتور والبروفيسور يحيى جبر، رئيس قسم اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس، وهناك إضافات أيضا يشير بها. لا، أنا أود أن أقول لا سابقا، أنا لست الآن، أنا لست رئيسا لقسم اللغات العربية. نعم نعم، يعني يسعد صباحك ونورتنا أكيد في تلفزيون الفجر الجديد، وإلنا الشرف أن احنا صدقناك اليوم. صباحكم سعيد وبارك الله فيكم، وأنا ممتن لكم جدا أن أتحتم لي هذه الفرصة. يعني صباح الوجه البشوش. تسلمي، حياكم الله. أهلا وسهلا فيك في تلفزيون الفجر. بالطبع الحديث عن سيرتك المهنية والفكرية يحتاج لوقت طويل، لكن نريد أن نستغل هذا الوقت المتاح لنا اليوم في استضافتك دكتور بالحديث عن اللغة، وإلى أين وصل مستوى اللغة العربية؟ سيدتي الفاضلة، يعني الحديث في اللغة وواقع اللغة العربية حديث واسع جدا. لماذا؟ لأنه يستعرض قضية ومشاكل طويلة لا يمكن أن نتحدث عنها في لقاء أو لقاءات. نعم. واقع اللغة العربية نستطيع أن نتكلم عنه بإيجاز، أنه متدن جدا جدا، وأنه في حالة من الكسوف ومن الترهل والتراجع يعني مزرية. وكثير من الناس يلقون باللائمة على العربية، يقولون إن اللغة العربية صعبة، إن اللغة العربية متجمدة، ليست متطورة، لم تعد تصلح لهذا الزمان. فأنا أقول لهؤلاء، وهل أنتم صالحون لهذا الزمان؟ أنتم لستم صالحين لهذا الزمان، إن الأولى بأن يكون في قفص الاتهام هم نحن وليست اللغة. ذلك أن اللغة هي صورتنا في المرآة. أيصح إذا رأينا صورتنا في المرآة بشعة أن نقول إن المرآة هي العوجاء؟ لا طبعا، لا، الأصل فينا. وبالتالي اللغة هي انعكاس للتفاعلات الاجتماعية. مجتمعنا متخلف، مجتمعنا فيه من الفساد ما فيه، وكل هذا من شأنه أن ينعكس على اللغة. لماذا؟ لأن كما قلنا اللغة هي زبدة، هي الـ يعني الـ بالإنجليزية اللي بيقولوا الكلمة إسنس، يعني الروح بتاعت المجتمع. فإذا كان المجتمع خاويا فاللغة من شأنها أن تتحول إلى خواء. يعني هل مجتمعنا ينكر اللغة؟ يعني عادة في مجتمعات، نلحظ في المجتمعات الأوروبية بالذات، هناك احترام وليصل أحيانا لدرجة التقديس للغة، ويرفض أن يتكلم بلغة أخرى خاصة إذا كان نعم في الوطن، ويرفض يعني أن يكتب، خاصة الفرنسيين والطليان يرفضون أن يكتبوا، أو الألمان أن يكتبوا على أدويتهم، على ما يصنعونه، إلا بلغتهم. صحيح. بينما نحن الشاطر اللي بحط كلمتين انجليزي، كلمتين عبري، او 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 الى اخره، او بسمي محله حتى باسم اجنبي. هذا دليل عجز، هذا دليل يعني فراغ. عندنا خواء اجتماعي رهيب جدا، والسبب في ذلك راجع الى ان مجتمعنا افرغ من القيم بخطط مدروسة. نعم، خطط لها الاجنبي، ولكننا مكناه من تنفيذها مع مرور الزمن. نحن أدوات الأجنبي في تهجين أنفسنا. صحيح. في إفراغ مجتمعنا من القيم ومن ملامح الفضيلة. لم يعد فيه نحن لسنا مجتمعا. يعني نحن هنا ننوه للسادة المشاهدين أننا لسنا ضد أن تتقن أكثر من لغة، لكن الأولى والأهم هو أن يكون لديك احترام للغتك الأصلية وأيضا إتقان تام. بالحديث عن العولمة والتكنولوجيا، بالطبع اللغة تأثرت بهذا التطور السريع، خاصة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والكارثة والتامة وما أدراك ما يتم تداوله عبر هذه المواقع. هل بالفعل تأثرت اللغة العربية تأثر كبير بهذه العولمة والتكنولوجيا؟ سيدة الفاضل، فيما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي والكتابة بالدارجة،
الكتابة بالدارجة قد لا يكون فيها بأس، لأن في كل زمان ومكان كانت هناك العربية الفصيحة الرسمية وكان هناك عامية دارجة. صحيح. لكن أن يصل الحد عند بعض الناس أن يكتبوا بالحروف الأجنبية وأن يبتدعوا طرقا في التواصل ما أنزل الله بها من سلطان. نعم، أنا أقول إن مواقع التواصل الاجتماعي تحتاج إلى سرعة، وربما كان في الاصطلاحات أو في التعابير أو الأساليب الجديدة التي يتخذونها ربما كان فيها ما يسعفهم لتحقيق السرعة المطلوبة، لكن أيضا هذا ينبغي أن يكون هناك وازع داخلي، أن يعني أن لا أنفلت من كل ما يخصني وأن أجري وراء هذا السراب، لا سيما أن كثيرا من الناس من يسيء استخدام هذه المواقع. هي لو استخدمت في مجالات، يعني قبل يعني حوالي شهر أنزلت عبارة على موقعي في الفيسبوك أنه من الناس من قالوا أن الفيسبوك هو صهيوني وأنه كذا وأنه كذا، فقلت أنا وليكن، لكن تعالوا نوظفه لمصلحة مجتمعنا. صحيح. لمصلحة لغتنا وأمتنا وديننا، وهذا واقع وارد. أنا أنشر أشياء قد لا يرضى عنها لا هؤلاء ولا هؤلاء، ولكنها موجودة ويتواصل مع الناس. إذن ممكن أن نوظف هذا الموقع أو هذه المواقع في سبيل خدمة قضايانا بشكل إيجابي. صحيح. بالحديث عن توظيف الأمور لخدمة اللغة العربية بالذات، يعني هناك اليوم العالمي للغة العربية الذي تم تحديده بالذات في 18 من كانون الأول من كل عام، يعني كانت لك مساهمة وأيضا مشاركة واضحة لتحدثنا عنها بإسهاب الكريم فيما يتعلق بيوم اللغة العربية. والحقيقة أن هذه فكرة كانت قبل حوالي 12 سنة أو أكثر. كنت كتبت كتابا لوزير التربية ولبعض المسؤولين، تعالوا نخصص أسبوعا للغة العربية نبدأه في فلسطين ثم ننطلق إلى الوطن العربي، بحيث ليس للطلبة، هو موجه للمدرسين والمدرسات، وليس لتثقيفهم لغويا. نعم، ربما كان هناك مدرسون ومدرسات مقصرين حسنا، ولكن الهدف الأساسي من هذا الأسبوع هو أن نزرع الحمية للغة العربية وللقضايا القومية، أن نزرعها في النفوس من الداخل. ذلك أنه إذا اشتعل المصباح في الداخل أصبح كل الجسم مسيطرا عليه، كل الجسم مسخرا لخدمة قضايا الأمة. صحيح. نحن نحتاج إلى شيء من الحمية، هذا ما ينقصنا، الحرارة الداخلية تجاه قضايانا، تجاه أمتنا، تجاه مستقبل هذه الأمة. ولذلك كان الهدف أسبوع اللغة العربية، ولكن وللأسف الشديد أذكر أن الأستاذ الدكتور رامي الحمد الله كان رئيس لجامعة النجاح في هذه الفترة، استعد تبرع بمبلغ. دكتور يونس عمر رئيس القدس المفتوحة تبرع بنفس المبلغ. رحت إلى وزارة التربية والتعليم، وكيل الوزارة قال لي لن نسمح لكم حتى بأن تستخدموا بريد التربية لتمرير رسائلكم إلى المدرسين. ما السبب؟ لماذا؟ نحن لا نتقاضى على ذلك أجرا، نحن متطوعون في سبيل خدمة المجتمع وفي خدمة اللغة العربية، فلماذا تقف حائلا بيننا وبين هذه الأهداف؟ أليست أهدافا نبيلة سامية؟ طبعا. نحن نسابقكم في ذلك، نحن ندعمكم في ذلك، ولكن أن يكون رده علي بهذا الشكل لن نسمح لكم. ما كان في أي تبريرات مطلقا مطلقا. لكن أنا أقول لك السبب في ذلك، ربما فكروا بطريقة ملتوية أن هؤلاء القوم يريدون أن يلتفوا على المدرسين، أن حتى لو التففنا على المدرسين نلتف عليهم بخير ولا بشر؟ نلتف عليهم بخير، طب والخير أحق أن نسعى جميعا إلى تحقيقه. يعني أنا بتوقع دكتور وجود أمثالك هو بحد ذاته إحياء للغة العربية بالفعل. تفضل. أنا سعيد بهذا الذي تتفضلين به، وأتمنى أن تتاح لنا الفرصة لخدمة اللغة والمجتمع. لكن وللأسف الشديد أسبوع اللغة العربية تحول إلى يوم واحد للغة العربية. حتى هذا اليوم كئيب حزين، يعني من باب مشي يلا، إنه مجرد إحياء لهذا اليوم، يعني تظاهرة فارغة من المحتوى. نعم. وذلك نحن بحاجة حتى على الفيسبوك، وأنا يعني أشعر بالحرج عند استخدام هذه الكلمة لأنها أجنبية، ولكن والأسف هم الذين صنعوا، وبالتالي هم الذين يسمونه، اللي بيولدوا الولد هم اللي بسموه مش اللي بسميه. والغرب هو الذي صنع هذا، وبالتالي هو حق له أن يسميها، ولا بحرج على العربية أن تستخدم بعض الألفاظ الأجنبية من حين لآخر. أنا أتعمد في موقعي أن أنشر بالعربية الفصيحة وأن أخدم اللغة بشكل مباشر، يعني حتى ضبط الكلمات بالشكل أحيانا كي يعني من يتابعني
كي يتعلم إن لم يكن متعلما. نعم. يعني دكتور، ذكرت في إحدى المقابلات التي أجريت معك أن الاحتلال هو أحد العوائق أمام اللغة، مضيفا أن جهلنا نحن باللغة العربية هي أيضا من الأسباب الأخرى التي تقف حائلا أمام إتقان اللغة العربية. وقلت نحن لم نعد عربا، وكتبت مرات عديدة مقالات قلت فيها تعربوا يتعرب كل شيء، ولغتنا سهلة إلا على الغرباء. بلا شك. فما بالفعل الذي يهدد اللغة العربية؟ أنا ممنون منك جدا أنك أنت يعني تتابعين، أو أنك اطلعت على سيرتي وعلى مقالاتي وأبحاثي كلها، وما كان لك أن تذكري هذه الأمور التفصيلية لولا ذلك. بالطبع. عزيزتي، فيما يتعلق بالاحتلال، الاحتلال من أول ما دخل المنطقة عندنا حارب الكتب التي فيها وعي، حارب الكتب التي من شأنها أن تحفظ للأمة كرامتها واستمراريتها. يعني على سبيل المثال، كتاب المرحوم الدكتور محمد حسين، الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، وهو من جزئين. لماذا صادره الاحتلال وسحبه من كل المكتبات على سبيل المثال؟ ليه؟ لأن هذا الكتاب يتكلم عن بعض القضايا الهدامة التي جاء بها الغرب، وجاء طبعا ما نقول الغرب وأتباعه في المنطقة من يهود ومن عرب ومن مسلمين وغيرهم. لماذا يتكلم هذا الكتاب عن بعض القضايا التي تمس جوهر المجتمع، والتي من شأن الناس لو قرؤوها أن يتعرفوا على مواطن الخلل في المجتمع وأن يحاربوها، أو على الأقل أن يتخذوا حيالها الحيطة والحذر. الاحتلال حارب التعليم بوجه عام، ونذكر ما كان يفعل من إغلاقات للمدارس وفي الانتفاضات المختلفة وغيرها. أما فيما يتعلق بواقعنا نحن، فنحن فعلا لم نعد عربا بمفهوم العروبة الصحيحة. لغتنا سهلة إلا على الغرباء، لأن منا مجتمعنا تغرب، أصبح غريبا. لم يعد ذلك المجتمع القويم الذي يستمد طاقته من جذوره ليصنع بها حاضره وليخطط بها لمستقبله. مجتمعنا أصبح الآن، يعني أنا صدقا أنني أحيانا لا أجد الكلمة المناسبة للتعبير عن واقع المجتمع. أمشي في الشارع فأنظر في وجوه الناس، الكل يعني همه بطنه، همه مصلحته الشخصية، لا علاقة بين هذا وذاك. حتى الذين في المسجد يخرجون من يكونون في المسجد هذا بجانب هذا، حتى إذا خرجوا عاد كل منهم إلى طبيعته، يعادي هذا ويعتدي على هذا ويسيء لهذا وهكذا. والأسف الشديد نحن بحاجة إلى إعادة نظر في واقعنا. نعم، قد نحمل الاحتلال مسؤولية، قد نحمل الاستعمار الإنجليزي سابقا مسؤولية، قد نحمل الأنظمة العربية مسؤولية، لكن ما هي المسؤولية الملقاة على عاتقي وعاتقك كأفراد في هذا المجتمع؟ نعم، الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. السلطان أو الأنظمة لها دور، ودور رئيسي جدا، لكن حتى على المواطن هنالك دور. السلطان لا يمنعني أن أنا أحسن مستواي اللغوي وأن أدرس وأن أتوسع في العلم وفي الثقافة. نعم. هذه اللي مردودها لي وليست يعني للسلطان. ونحن من هذا المنطلق دكتور بادرنا الحديث عن اللغة العربية وواقع اللغة العربية. يعني لو أردنا الحديث عن مدى تعزيز أيضا المناهج الفلسطينية لهوية اللغة العربية، هل بالفعل تسير المناهج بالمنحى الصحيح، أم أنها أيضا هي الأخرى لديها قصور؟ والله أنت هنا فتحت علي بابا أختي الكريمة فيما يتعلق، بس يعني أحب أن أنوه للسادة المشاهدين، هذا النقاش هو في سبيل أن نرقى بمستوى أفضل للغة العربية وبأساسياتها. أختي الكريمة بارك الله فيك، يعني تعالوا ننظر في المناهج، مناهج اللغة العربية على وجه الخصوص نجد الأخطاء الإملائية، النحوية، الطباعية أحيانا. وأذكر في بالمناسبة المناهج مقاطعين، يعني لا يتعاملون معي. السبب في ذلك راجع إلى ما أدري، حدية، أمور شخصية، وفيما يبدو أن الأمور الشخصية أو على الأقل لا ينبغي أن يكون لها دور في هذا المجال. نتحدث عن النظرة التقييمية من قبلك لهذه المناهج الفلسطينية. سيدة الفاضل، المناهج أولا تفصل بين الطالب وبين جذوره.
لم يعد هناك من النصوص ما هو كاف لتحقيق اللحمة والترابط بين الطفل، بين الدارس وبين جذوره التاريخية الثقافية الحضارية السابقة، بحيث يكون حاضرنا امتدادا لماضينا. هذه نقطة. المناهج فيها انفتاح على الآخر أكثر مما يجب. يعني على سبيل المثال نحن نكتب، انظروا في كل جميع محلاتنا نكتب بالعربي وبالإنجليزي وبالعبري أحيانا. طيب هل المحلات العبرية يكتب عليها بالعربي؟ هل في بريطانيا يكتبون بالإنجليزي وبالعربي؟ طب ليه؟ ليه؟ على فكرة كل وطن العربي، لكن لو في السودان مجلس الشعب السوداني حاطين بالعربي وبالإنجليزي، طب لماذا؟ اكتب بالعربي فقط، اعتز بلغتك. يعني على فكرة العلاقة حميمية جدا بين اللغة وبين أهلها، يعني وكأن اللغة تشعر تحس أن أهلها إذا اهتموا بها من شأنها أن هي الأخرى أن تبادلهم نفس الاهتمام. وإن يعني كانت هي بالضبط كالطفل، إذا أعطيته الاهتمام والرعاية بالفعل يبادلك بعد فترة من الزمن نفس الاهتمام الذي أنت قمت بتقديمه له. لكن تفضل. عودة إلى المناهج. عودة إلى المناهج. نحن نريد مناهج توضع برؤية فلسطينية. دكتور صلاح ياسين كان مدير المناهج، قال لي ذات يوم الملحق الثقافي الأمريكي في القدس يأتينا بين حين وآخر بلائحة من المفردات، لا تستخدموا هذه المفردات في كتبكم التي تدرسونها للطلبة. ما الذي ليه؟ أذكر عندما كنت مشرفا على مسلسل المناهل في أمريكا قلت لهم أنا أتي بنص، انتظروني قليلا آتيكم بنص للحروف الشمسية والقمرية. حسنا، لما قرأت عليهم النص وهم أمريكان وبعضهم عرب من المغرب ومن هنا ومن هنا، قل العرب لم يتكلموا في هذا الجانب، إنما الذي توقف لي الأمريكي قال لي أنت تذكر الصلاة والوضوء والأذان، وهذا البرنامج سيقدم في منطقة، هذه ألفاظ إسلامية، هذا البرنامج سيقدم في منطقة فيها غير المسلمين، وبالتالي هذا الألفاظ ما بدنا إياها. انظري كيف يتدخلون، انظري كم هم دهاء، يعرفون الألفاظ الإسلامية من غير الألفاظ. طيب من في المجتمع عندنا؟ المسيحيون. المسيحيون نسمع أجراس كنائسهم ويسمعون أذاننا من مئات السنين، ونحن وهم متعايشون. نعم. لهم الضايق من المسيحي في عزون كان يؤذن للصلاة في المسجد. إذن يعني الخطر الذي بالضبط خلينا نحكي اللي يهاجم اللغة العربية هو ليس فقط الاحتلال، وإنما هناك أيضا جهلنا نحن باللغة العربية. نعم، وأيضا خلينا نحكي كمان إنه بعض المناهج الفلسطينية. لكن رسالة قصيرة وموجزة ومكثفة للسادة المشاهدين فيما يتعلق باللغة العربية. أرجو من كل أولياء الأمور أن يهتموا بأبنائهم وأن يحرصوا على تعليمهم اللسان العربي ولو كان ذلك خارج المدرسة، ولو كان ذلك بالطلب من مدرسين ومدرسات بزيارات بيتية خاصة لتعليمهم اللغة العربية. ويبدو لي أن أفضل من يمكن أن يقوم بهذه المهمة هو الأب والأم. صحيح. أنفسهم. يعني دكتور يحيى جبر محاضر في جامعة النجاح الوطنية، شكرا جزيلا لك وشكرا على هذه النصائح وهذه الكلمات الرائعة. مشاهدينا الأعزاء نتواصل وإياكم في فقراتنا أيضا المتنوعة، لكن بعد هذا الفاصل.